الملك النهارده ما شفناهوش بالمستوى اللي احنا متوقعينه في مباراه للقمه الدوري العام المصري. يعني طبعا الناس دلوقتي ايه، يعني كل الناس بتكتب كاتبه ايه المقارنه ما بين مباراه القمه المصريه ومباراه القمه السعوديه مثلا امبارح والهلال، مباراه حلوه جدا في النقل وبتاع، لكن طبعا ظروف الطقس هي اللي في الملعب. ما انا بقول لحضرتك ظروف الطقس هي اللي كانت فرقه ما بين هنا وهنا. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت التصميم بقى التصميم يعني كنت زكريا اتكلم على دوافع، قال لك انه النادي الاهلي الدوافع عنده اكتر واعلى ان هو عايز يكسب، صح يا كابتن زكريا؟ فانا اللي شفته النهارده حتى لما انت بتلاقي اجواء صعبه شويه كان بيحصل حاجه مهمه قوي، انك بتقسم الاوقات على الثلاث تغييرات اللي عندك كويسين. ايوه يعني انا شفت انه كان لازم وليد ازارو ياخد وقت اكتر من كده كتير قوي. يعني وليد ازارو لعب فتره اقل من مروان ولكن كان اخطر على الاقل بالفرصه دي. ليه؟ لان وليد ازارو يمتلك السرعه والملعب ده ممكن يتخدع في اي لاعب. فممكن السرعه تديك فرصه اكبر من اللاعب المدافع. لواحد اتنين برضو اجاي يعني من اوحش المباريات اللي شفتها له، حتى الملعب وحش مش كويس، ولكن مش ده اجاي يعني ده يمكن اي مدرب في الدنيا يتمنى ان يتواجد عنده واحد زي اجاي يخلص له مباراه، لانه بيعرف يخلص مباراه. اجاي ما كانش في يوم النهارده. ناصر ماهر انا كنت متخيل النهارده في اجواء الملعب ده هيبقى كويس. ليه؟ عشان عنده خفيه حركه. ممكن يعمل الترن والسبيد ترن كويس، وممكن يقف على الكوره، وممكن يخرج اللعيب خارج يلعب يشتغل عكسي معاه، ولكن برضو الاداء ما كانش كويس. نادي الزمالك بقى في المقابل اولا المفتاح الاولاني انتهى فرجان الساسي من الملعب واتمسك شويه. دي واحد. اتنين عنده الاطراف عندهم سرعات، ولكن النهارده عندهم تحفظ غير عادي اللي هو عبد الله جمعه وحازم ما هاجموش. ده بيأكد انا ما شفتش دوافع الزمالك انه مش عايز يكسب. انا ما شفتش ان هم هاجموا. يمكن انا كنت مع كابتن اسلام كنا بنتكلم على الثلاثه الفيلات بتوع النادي الاهلي لما بيطلعوا. لا، نادي الزمالك النهارده لما بيهاجم كان بيهاجم بيبقى اربعه واثنين في وسط الملعب، ما بيهاجموش. فرجاني ما هاجمش خالص. يعني اللي انا كنت بشوفه ان فرجاني بيبقى تحت، حتى جون بيراميدز اللي جابه كل ده بيبقى تحت ال 18 عشان الكره الثانيه اللي هي لما تجيله هيلعبها، لكن ما اشتغلهاش. فكان عندك فرصه جيده، انت مسكت نادي الزمالك في اول ربع ساعه او تلت ساعه. عملت استحواذ كويس، لعبت في وسط الملعب، ولكن كان المباراه عايزه جون يفتح بس. ولكن في الاخر هي الاجواء والملعب ادت ان ما كل اللعيبه ما طلعتش كل اللي عندها.